ما حكم قراءة البراق على الميت حين وضعه على القبر وهل فيه إثم؟ ثم يقول البراق دعاء في شكل قصيدة. ثم ما حكم قراءة القرآن للميت في ختام أيام المأتم وهل يلحق الميت ثواب هذه القراءة؟ جزاكم الله خيرا. قراءة القصيدة مسماة بالبراق أو غيرها، وقراءة القرآن في أيام المآتم، وقراءة القرآن عند القبور وعند الجنائز، كل هذه بدع محدثة في دين الله ليس لها أصل، وإنما المشروع بحق الميت المسلم الدعاء له والاستغفار له، ترحم عليه، صلاة على جنازته من أجل الدعاء له، وكذلك بعد دفنه والانتهاء من دفنه يوقف على قبره ويستغفر له ويدعى له بالتثبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا هو الذي وردت به السنة. أما قراءة القرآن عند الجنائز أو بعد الدفن أو قراءة قصائد أو القراءة في المآتم، كل هذه بدع محدثة فيها آثام وليس فيها أجور، قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وهذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، بل إقامة المأتم هذا بدعة، وأيضا فيه نياحة وجزع على الميت، لأن ترداد مدح الميت وذكر محاسنه ومفاخره هذا يعتبر من النياحة، يعتبر من النياحة والجزع على الميت. والواجب التقيد بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو الذي ينفع الأحياء وينفع الأموات. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم، إذا مات يعني فارق الدنيا، يعني قبضت روحه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم منتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه هي التي تنفع الميت، أما ما عدا ذلك فإنه لا ينفع الميت بل قد يضره. جاء في الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب بما نيح عليه، يعذب في قبره بما نيح عليه. فالواجب على المسلمين الذين يريدون نفع أمواتهم أن يتقيدوا بما جاءت به السنة، فيها الخير وفيها البركة للأحياء وللأموات، وأن يتجنبوا ما حذرت منه السنة وما خالف السنة فإن فيه الشر على الأحياء وعلى الأموات، وأن لا يغتروا بالعادات والتقاليد وما عليه الناس من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا يريدون الخير لأنفسهم والخير لأمواتهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.